مع انتهاء مباراة النادي الاهلي والاسيوطي في مباراة كاس مصر بخروج النادي الاهلي من الاسيوطي 1-0، ناخدها راجع من الاهلي النهارده في اللقاء، رايك النهارده في خروج الاهلي من الاسيوطي خسر 1-0؟ والله النهارده الاهلي فريق يعني نازل بضعف جامد لغياب بعض النجوم، كتير اصابات، كتير ناس عندها غيابات، بس ده تقريبا ده يعني على الوضع على الزمن البعيد كده تقريبا ان الاهلي بدا ينزل العد التنازلي ليه للاسفل. مش انا شايف ان ده يعني مش ماتش النادي الاهلي، ده ماتش درجه ثانيه اصلا، ده يعني ده مش الفريق الاهلي اللي احنا متعودين عليه. شايف خساره القمه الاهلي والزمالك اثرت على الاهلي النهارده؟ اكيد بالطبع، بالطبع ان لا تاثير نفسي على اللاعبين، بالتالي برضه نفس الماتش كده مش مستوى النادي الاهلي برضه. ماتش النهارده بيعبر عن ماتش الزمالك برضه، مستوى الاداء بتاع ماتش الزمالك. وليد وزاره فريق كتير جدا، مرار المحسن ما عملش اي حاجه للماتش، وبعدين انا مش عارف جنوب افريقيا اللي منزله حسام بدري باكا منزله في اخر الماتش، مع ان الواد ده ليه مجهود وليه مستوى. انا بس ليا سؤال واحد، اذا كان المستوى ده اللي بيلعب بيه الاهلي هيعمل ايه في كاس افريقيا؟ بس هو اللعيبه النهارده مش على قد المستوى؟ لا لا, لا 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 حماس ولا اداء ولا رجوله، حتى جبنا جه فينا الجون ما فيش، ما شفتش انا حماس، يعني ما شفتش حماس ان هم عايزين يعوضوا. لا يتحمل الهزيمه النهارده كله نتيجه مخيبه للامال، بس ده يعني انعكاس على سنتين قبل كده. يعني انت السنه اللي فاتت لاعب موسم حلو جدا في الدوري، ما خسرتش ولا ماتش، الموسم ده انت كسبان كل الفرق، فبالتالي اللعيبه بدا يبقى عندها نوع من الاكتفاء الذاتي زي ما حصل مع برشلونه وخرجوا من دوري الابطال. فهو احنا اللي نتمنى ان الاهلي يعدي المرحله دي بسرعه علشان كاس افريقيا. شايف النهارده مباراه الاسيوطي مباراه الاهلي والزمالك القمه اثرت على المباراه النهارده؟ اكيد اكيد، ومن قبل ماتش القمه من ازمه عبد الله السعيد اللعيبه ابتدت لها اللي هي ايه، احنا احسن لعيبه في مصر، احنا حتى لو ما لعبناش بنكسب. الاهلي طبعا طالع من خساره قدام ماتش الزمالك، ما كانش المفروض ان هو يأدي بالشكل ده وفي بطوله خاصه زي كاس مصر، هو تقريبا الاسيوطي ما عملش غير هجمتين اصلا، هو الكره الوحيده اللي دخلوا بيها جول، مع ان الاهلي حارب على زعلان انت من الخساره. شايف لعيبه الاهلي ما عملش اللي عليها؟ الاهلي اللي يطلع من دور الثمانيه في كاس مصر. شايف مين الهزيمه ما يتحملها مين؟ لا اللعيبه كلها لعبت كويس، بس هي مفيش توفيق خالص، مفيش توفيق خالص. شايف الاهلي ليه ضربه جزاء في الشوط الاول؟ دي واضحه جدا، يعني مش عارف اصلا اتحسبتش ازاي، دي باينه من كل النواحي، اصلا حكم الرابع كان واقف جنب الجول اصلا، المفروض ان هو شايفها واضحه، مش عارف. شايف الخروج من الكاس هياثر على مباراه الترجي في افريقيا؟ انا اهلاوي، بس هو خروج مشرف. الفريق الاسيوطي عمل ماتش جميل جدا، المدرب علي ماهر المدير الفني بصراحه يعني عمل ماتش جامد، يعني عرف يستحوذ الماتش كويس رغم ضغوط الاهلي في الماتش كله، 67% الشوط الاول، 53% في الشوط الثاني، بس عرف يدافع كويس وفي نفس الوقت عمل هجمات مرتده وقدر ينقب بهجمه واحده، قدر ياخد الايه الماتش، والشوط الثاني كله قعد يستحوذ على الايه على اللعب. ما في شرط مباراه القمه اثرت على الاهلي النهارده؟ لا مش قوي، بس بصراحه اللي مأثر على الاهلي ان في غيابات كتير، يعني اصابات كتير جدا، اداء وحش النهارده، والنتيجه الاسيوطي استغل الاهلي اللي كله قدام وعمل هجمه مرتده نفذها كويس عمر كمال وجاب الجون، والاسيوطي فريق كويس، والاهلي حسام البدري برضو بيغلط نفس الغلطات لازم يطلع حسام عاشور. الاهلي في الهجمات الاهلي كان وحش قوي النهارده. شايف مباراه القمه اثرت على المباراه النهارده؟ اكيد اكيد، على اللعيبه كلها، واداء وحش النهارده قوي، مفيش اداء، مفيش شكل بقى لها 14، مش ماتش الاسيوطي بس، الزمالك وادي دجله وقبل كده كتير، بقى لنا 4-5 ماتشات ما بنلعبش كويس، مفيش لعب، الكوره بتوصل بسرعه للجون، يعني مش عارف ايه اللي هيجرى، بس يعني شايف ماتش الزمالك اثر؟ لا مفيش، مش ما قصرش، يعني قبل ماتش الزمالك واحنا بنلعب وحش، ما كانش مفاجاه ان احنا نخسر من الزمالك. مين اللي يتحمل الخروج من الكاس؟ اللي يتحمل الخروج من الكاس حسام بدري، لعيبه، مفيش حاجه. غياب عبد الله سعيد ومكانه ده بالذات فارق مع النادي الاهلي؟ حقيقه فرق، بس برضه الاهلي ما بيقفش على حد، الاهلي بمن حضر، ما كانش بيلعب ماتش النجم. كيف ماتش الترجي الخروج من الكاس هياثر على مباراه الترجي؟
مش هيأثر على مباراة الترجي، لأن وليد أزارو وعلي معلول إن شاء الله هيرجعوا هيفرقوا مع النادي الأهلي في الماتش الجاي. قال لي فرق طبعا، ما في أحسن مهاجم في مصر حاليا، ما فيش مهاجم في مصر بسرعته بمهارته بالفينش بتاعه اللي هو عالي فيه، عالي فيه جدا. علي معلول برضو نفس الكلام، ما فيش باك ليفت في مصر زي علي معلول. عبد الله سعيد سايب فراغ كبير في الأهلي، وده هم محرجون يقولوا كده. طب ليه ما شتوه؟ ليه ما شتوه؟ ما تدوله فلوس زي ما هو عايز. انت بتجيب لعيبه صغيره بملايين ما بتعملكش حاجه، ليه بتعملوا معاه كده؟ احنا بس عايزين مدرب يشيل، يحس بمسؤوليه الاهلي ويحس ان ده نادي الاهلي. عشان البدري عامل انجازات مع الاهلي، اي حد بيجي لو ما عملش انجازات بيعمل حاجه. الاهلي من غير مدرب ممكن يجيب بطولات، احنا عايزين اكتر من كده. الاهلي الخروج النهارده حسام البدري طبعا، طبعا حسام البدري. ماتش الزمالك اثر على لعيبه الاهلي النهارده؟ لا عادي، انا مش فارق معايا ماتش الزمالك، انا فارق معايا ان الاهلي بقى عارف كل ماتش داخله هيعمل ايه. انا فارق معايا الاهلي ينافس اكتر من كده. الدوري والكلام ده احنا خلاص متعودين عليه، اعتبر المفروض اصلا الاهلي خلاص خبره في الحاجات دي. شايف خروج الاهلي من الكاس النهارده هيفرق مع الاهلي قبل مباراه الترجي في افريقيا؟ انا مش متفائل بصراحه من الماتش الجاي.